يسعد اوقاتكم مشاهدينا اللي عم تتابعوا برنامج انت الشيف. اليوم معكم انا الشيف ابراهيم من شركه الدره يلي عودت دائما زباينها تقدم لهم وصفات مميزه. اليوم رح نتعرف سوا على وصفه المكدوس، الوصفه التراثيه اللي قدمتها شركه الدره من اكثر من 40 سنه. خلونا نتعرف سوا على مقادير وصفتنا لليوم. عندنا هون كميه من الباذنجان يفضل يكون موسمي وطازج، جوز بلدي مفروم، عندنا كمان فليفلة حلوة أو حادة حسب رغبتك أنت، وبإمكانك تحطي نص بنص ملح الصخري، كمية كتير قليلة من الثوم للتنكيف فقط، عندنا زيت الزيتون، زيت نباتي. أول شيء بنحضر الباذنجان لعملية السلق. بنشيل العودة هاي الخضراء وبنخلي القشرة التحتانية لتحافظ لي على شكل الباذنجان وقت بدي أسلقه. بهالطريقة. مثل ما شايفين صار الباذنجان عندي جاهز لعملية السلق. منتقل الباذنجان مثل ما شايفين لحتى تغمره المي كله وياخذ نفس الحرارة. طبعا بنعرف انه استوى الباذنجان ان كان باول موسمه بياخذ قريب الربع ساعه، وان كان بنهايه موسمه بياخذ تقريبا نصف ساعه. هلا بدنا ننتبه في حال لقينا ميه السلق صار لونه سودا والباذنجان كمان صار لونه اسود، فهذا بيعني انه الماده صارت غير صالحه للاستخدام ولازم نتلفها. بعد ما استوى عندنا الباذنجان بنصفيه من ميه السلق وبنفرده بهالشكل على صواني وبنرش عليه مي بارده. طبعا المي باردة هي لتوقف عملية الاستواء تبعه. بنحضره للمرحلة اللي بعدها اللي هي التسويق. هلا صار فينا نجهزه لعملية التسويق اللي هي وضع الملح الصخري جوا الباذنجان بهالطريقة. بنشيل القشرة اللي نحن تركناها وقت السلق وبنفتح مقدار 2 ل 3 سنتيمتر بايدنا بهالطريقة. ناخذ كمشة صغيرة من الملح وبنحشيها جوا المكدوس، وهي هي عملية التسويق. بنبلش بنصف بالمصفاية بشكل مرتب. طبعا بعملية التسويق بيتم التسويق بملح الصخري حصرا. بنحاول ما نستخدم الملح البودرة لأنه هو بيطري باذنجان أكثر. بعد ما انتهينا من تسويق كل كمية الباذنجان، هلأ صار فينا نكبسها لنتخلص من كل المي اللي جواتها. هلا لازم نعرف انه كل 4 ل 5 كيلو جرام من الباذنجان بيحتاج ل 2 كيلو جرام من الوزن، وما فينا ننسى كمان انه هاي العمليه كلها بتاخذ من 10 ل 12 ساعه لحتى نتاكد تماما من خروج كل كميه المي يلي بقلب الباذنجان. لبينما يتصفى الباذنجان من ميه السلق رح نحضر انا وياكم الحشوه. طبعا الحشوه بتتالف من الجوز المفروم والفليفله المفرومه الناعمه وكمية قليلة من الثوم ورشة خفيفة من الملح. رح ننزل كمية الجوز اللي هي تقريبا بدي اياها نحن 70% كاملة. الفليفلة اللي تقدر يعني حسب اذا بدنا نقول نكهة الدرة ناتجة عن 70% جوز 30% فليفلة. ننزل ثلث الكمية.
كمية صغيرة من الثوم. ورشة خفيفة من الملح. وهلأ سوا رح نخلط المكونات. وهلأ هيك صارت حشوة المكدوس جاهزة. بعد ما مر 12 ساعة وتصفى الباذنجان عندي منيح من مية السلق، هلأ صار فينا نحشي بهالطريقة. بعد ما انتهينا من حشي كل حبات الباذنجان، هلا صار فينا نصفهم بنفس المصفايه ونحط عليهم الوزن نفسه. وبنتركهم من 3 ل 4 ساعات لنتاكد 100% انه تخلصنا من كل بقايا الماء. بعد ما انتهينا بنصفهم بهالطريقه، هلأ صار الوقت إنه ننتقلهم بنفس الوزن. بنحط الوزن ونتركه من 3 ل 4 ساعات لحتى نتأكد 100% إنه تخلصنا من كل كمية المي الصفيانة بالمكدوس. بعد ما تصفى عندي الباذنجان بشكل نهائي من المي، هلأ صار فيني نصفه بالمرطبان بهي الطريقة. بنصفها بشكل مرتب طبعا بهي الطريقة. وهلا صار فينا نضيف الزيت للمكدوس. طبعا يفضل ان نضيف ثلثين من زيت الزيتون وثلث من زيت النباتي لحتى يحافظ على رونق المكدوس وجماليته. هلا بنسكر المرطبان، طبعا يفضل يكون مرطبان ضغط. وهلا صار فينا نقول انت شيف.